معدل نجاح عمليات تصحيح الإبصار. السؤال بيشغل بال ناس كتير، هل عمليات الليزك دي ناجحة ولا لا؟ الحقيقة إن عمليات تصحيح الإبصار من أعلى معدلات نجاح العمليات على مستوى الجسم عامة، وإن المعدل العالمي لتصحيح الإبصار يتراوح ما بين 97% لـ98.5%، وإحنا في مصر الحمد لله ماشيين على المعدلات العالمية بفضل استخدامنا لأحدث التكنولوجيا وأحدث الكوادر البشرية وأحدث معدلات الأمان العالمية.